a good idea. It's always good to bring art into the streets and expose people to different different works of art. And اخترنا هذا الموقع بالذات لان هذه المنطقة في شارع الشيخ زايد منطقة جدا حيوية، فيها العديد من وايد جنسيات تسكن في هالمنطقة، وايد جنسيات تمر في هذا الشارع في طريقها للعمل. اوكي،